بسم الله الرحمن الرحيم، لغة فرنسية، سنة ثالثة ابتدائي، نستأنف مع الصفحة رقم 79. إذن كما نرى في أول الصفحة عندنا سيكسبريمي، عندنا عبر عن نفسه أو التعبير. إذن في أول فقرة كما نرى كوفونتيل، كوفونتيل. طبعا عندنا لوفافير يعني فاعل عامل إلى آخره. إذن كوفونتيل المقصود ماذا يفعلون؟ كوفونتيل ماذا يفعلون هم؟ نتكلم عن مجموعة أشخاص، نطرح السؤال حولهم ماذا يفعلون. إذن سنبخنو لابخوميار إماج كوفونتيل. إذا أخذنا الصورة الأولى كوفونتيل ماذا يفعلون؟ كيسكو نو فويون سوغ ليماج؟ نو فويون دي زونفون أو بيان نو فويون دي زاليف qui vont faire une course. إذن سنرى أطفالا أو تلاميذ الذين سيفعلون سباق. إذن إذا أخذنا اللقطة التي نرى في الصورة، إذن كوفونتيل. إذن ممكن أننا نقول مثلا sur la première image nous voyons des coureurs partir après avoir entendu le signal de départ. إذن sur la première image على الصورة الأولى nous voyons des coureurs، نحن نرى متسابقين partir ينطلقون. nous voyons des coureurs partir، نحن نرى متسابقين ينطلقون. après avoir entendu بعد سماعهم le signal de départ، بعد سماعهم لإشارة الانطلاق. عدنا لو فيرب partir فعل انطلاقة، ثم عدنا لو ديبار الانطلاق. إذن sur la première image nous voyons des coureurs partir après avoir entendu le signal de départ. إذا أخذنا الصورة الثانية سنوباسون à la deuxième image. إذن كوفيتيل، كوفيتيل ماذا يفعل؟ طبعا عندما نتكلم عن مجموعة أشخاص نقول كوفونتيل، لأننا في الجمع نقول إلفون، هم يفعلون أو هم يعملون. ولكن مع شخص واحد نقول إلفي، أو مع مؤنث في الغائب نقول ألفي. إذن نقول إلفي. إذن في السؤال نقول كوفيتيل، كوفيتيل ماذا يفعل هو؟ إذن ماذا يفعل؟ ماذا يصنع؟ إذن ممكن أننا نقول sur la deuxième image على الصورة الثانية nous voyons un coureur، نحن نرى متسابقا كي غارد سون كولوار. إذن نرى متسابقا يحافظ على مساره. إذن كما نرى بأن على المتسابق أن يحافظ على مساره، على طريقه، عليه ألا يخرج من هذا المسار المرسوم له. إذن sur la deuxième image nous voyons un coureur qui garde son couloir. ثم ننتقل إلى الصورة الثالثة. إذن nous passons à la troisième image. Que fait-elle؟ Que fait-elle؟ إذن ماذا تفعل هي؟ طبعا إذا ركزنا على الطفلة التي وصلت الأولى ممكن أننا نقول Que fait-elle؟ ماذا تفعل؟ ممكن أننا نطرح السؤال عن مجموع المتسابقين فنقول Que font-ils؟ ماذا يفعلون؟ إذا أخذنا الباهر في الصورة بشكل أكبر، إذن إذا أخذنا المتسابقة، إذن كوفيتيل ماذا تفعل؟ إذن ماذا سنجيب؟ كوفيتيل. إذن ممكن أننا نقول sur la troisième image على الصورة الثالثة on voit une coureur، نرى متسابقة. on voit une coureur، نحن نرى متسابقة qui dépasse le reste et atteint la ligne d'arrivée. إذن نرى متسابقة تتجاوز الباقي. On voit une coureur qui dépasse le reste. إذن نرى متسابقة تتجاوز، كما لو نقول هنا التي تتجاوز le reste الباقي. et atteint وتصل، طبعا عندنا le verbe atteindre يعني فعل وصل، يعني أنك تصل لنتيجة. et atteint la ligne d'arrivée وتصل لخط الوصول. إذن sur la troisième image on voit une coureur qui dépasse le reste et atteint la ligne d'arrivée.
ممكن أننا نقول أيضا sur la troisième image nous voyons une concurrente نرى متنافسة qui dépasse le reste التي تتجاوز الباقي et est la première à atteindre la ligne d'accès AA وتكون إذا نرى متنافسة تتجاوز الباقي nous voyons une concurrente نرى متنافسة sur la troisième image nous voyons une concurrente طبعا la concurrence هي المنافسة طبعا la concurrence هي المنافسة إذا نتكلم هنا عن une concurrente يعني نتكلم عن متنافسة qui dépasse le reste التي تتجاوز الباقي est la première à atteindre la ligne d'accès وتكون الأولى في الوصول لخط الوصول est la première à atteindre la ligne d'accès est la première à atteindre la ligne d'accès إذن وتكون الأولى في الوصول لخط الوصول ننتقل إلى الفقرة الثانية nous passons au deuxième paragraphe ces enfants demandent l'autorisation Que disent-ils? Ces enfants demandent l'autorisation. Ces enfants demandent l'autorisation. هؤلاء الأطفال يطلبون الإذن أو الرخصة. L'autorisation يعني الرخصة أو الإذن. تجي من فعل autoriser. Autoriser يعني رخصة أو أنك تأذن بشيء. Que disent-ils? ماذا يقولون؟ المقصود ماذا عليهم أن يقولون؟ كما نرى عندنا كوديستيل ماذا يقولون؟ متبوعة بثلاث نقاط ولكن هذه النقاط تستأنف في العبارات الموالية pour sortir de la classe pour sortir de table المقصود كوديستيل pour sortir de la classe ماذا يقولون من أجل الخروج من القسم؟ كوديستيل pour sortir de table إذن ماذا يقولون؟ من أجل الخروج من المائدة أو بيان كو ديزتيل بور ألي أو ستاد أو بيان كو ديزتيل بور أمبخانتي أليغ إذن ماذا يقولون من أجل يقترضوا كتابا إذن نأخذ الصورة الأولى نبخونو لا بخوميييغ إيماج كو ديتيل إذن إذا أخذنا الصورة الأولى ماذا عليه أن يقول بور سوغتيغ دو لا كلاس إذن كو ديتيل بور سوغتيغ دو لا كلاس ماذا يقول هو من أجل الخروج من القسم لكي يخرج من القسم ماذا عليه أن يقول إذن كديتيل pour sortir de la classe عموما إذن في هذه الحالة التلميذ سيقول مدام أو بيان بروفيسور أو بيان ماتريس je veux aller aux toilettes s'il vous plaît je veux aller aux toilettes s'il vous plaît أنا أريد أن أذهب إلى المرحاض من فضلك إذن سيقول ماتريس أو بيان مدام je veux aller aux toilettes s'il vous plaît أو يقول مثلا مدام je veux aller à l'administration de l'école سيدتي أنا أريد الذهاب إلى إدارة المدرسة مدام je veux aller à l'administration de l'école أنا أريد الذهاب إلى إدارة المدرسة ثم ننتقل إلى الصورة الثانية سنو باسون à l'image suivante que dit-il pour sortir de table que dit-il pour sortir de table ماذا عليه أن يقول ليخرج من المائدة طبعا شيء جميل أن يكون الطفل بهذه التربية يطلب الإذن من الأب عندما يريد ترك المائدة إذن que dit-il pour sortir de table ماذا عليه أن يقول لكي يخرج من المائدة إذن في هذه الحالة مثلا الابن سيقول بابا je veux aller organiser mes fournitures scolaires je veux aller organiser mes fournitures scolaires أنا أريد الذهاب لتنظيم أدواتي المدرسية بابا je veux aller organiser mes fournitures scolaires أبي أريد الذهاب لترتيب أدواتي المدرسية أو ممكن أنه يقول بابا je veux quitter la table إذن ممكن أنه يقول ببساطة بابا je veux quitter la table أنا أريد ترك المائدة سنو باسون على تخوزيام إيماج كو فويونو ماذا نرى إذن ماذا سيقول صاحب
القميص الأبيض لأمه للذهاب إلى الملعب مع صديقه مثلا. Alors que dit l'enfant à la chemise blanche à sa mère pour aller au stade avec son ami? Que va-t-il dire à sa mère pour lui permettre d'aller avec son ami au stade? Que dit-il pour aller au stade? Que dit-il pour aller au stade avec son ami? إذا مثلا ممكن أنه يقول لها maman, je veux aller avec mon ami au stade. Je veux aller avec mon ami au stade. أنا أريد الذهاب مع صديقي إلى الملعب. Maman, je veux aller avec mon ami au stade. Ou bien, maman, permettez-moi d'aller avec mon ami au stade. اسمحي لي بالذهاب مع صديقي إلى الملعب. إذا نتكلم هنا عن الفعل permettre يعني سمح أو مكن إلى آخره. إذا maman, permettez-moi, comme exemple, permettez-moi d'aller avec mon ami au stade. Permettez-moi d'aller avec mon ami au stade. Si nous prenons la dernière image, que va-t-il dire pour emprunter un livre? Que va-t-il dire pour emprunter un livre? Pour emprunter un livre. إذا ماذا سيقول لكي يقترض كتابا؟ إذا que dit-il pour emprunter un livre؟ إذا ماذا سيقول لكي يقترض كتابا؟ إذا سيقول مثلا mon ami صديقي je veux que tu me prêtes ce livre pour deux jours. Je veux que tu me prêtes ce livre pour deux jours. Je veux que tu me prêtes أنا أريد بأن تقرضني ce livre هذا الكتاب. Ce livre هذا الكتاب pour deux jours ليومين. Mon ami, je veux que tu me prêtes ce livre pour deux jours. أو يقول مثلا mon ami, j'ai besoin de votre aide. صديقي أنا محتاج لمساعدتك. Pouvez-vous, هل تستطيع me prêter ce livre pour deux jours? هل تستطيع إقراضي هذا الكتاب ليومين? Mon ami, j'ai besoin de votre aide. Pouvez-vous me prêter ce livre pour deux jours? هل تستطيع إقراضي هذا الكتاب ليومين؟ إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.